احتاج الوصول إلى هذا المكان وقتاً. هو مركز العزل الوحيد للمصابين بفيروس كوفيد-19 حتى الآن. بعد أذونات وإجراءات وتجهيزات للحماية من مخالطة المصابين، كان لقناتي العربية والحدث سبق الدخول إلى هذا المركز. نحن الآن أمام حالة مواطن سوداني مصاب بوباء كورونا، شنت عليه حملة في وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن قيل أنه خالط كثير من الناس. هذا الأمر أحزنه قليلاً، لكنه قبل بالتحدث إلينا. نحن الآن ذاهبون إليه. عايزينك تطمننا الآن على حالتك وعلى صحتك. لا، الحمد لله، والله في خير وصحة وعافية تامة إن شاء الله، ما عندي أي حاجة إن شاء الله. بعد أن قدمت من الخارج خالطت كثير من الناس، كيف عرفت بهذا المرض؟ شعرت بحمى وليلة غدومي ذاتها من دولة الإمارات، وتاني يوم في طبيب من أولاد الأسرة يشرب معنا الشاي، تكلمت معاه وشكيت له، وكان اقتراحه لي أنه اتصل بوزارة الصحة، واتصلنا وجونا بالإسعاف في نفس اليوم. وهل أجري الفحص مباشرة وعرفت النتيجة مباشرة أم أخذ بضعة أيام؟ لا، أخذ له يوم حوالي 24 ساعة، كان في مستشفى الخرطوم. بعد ذلك ذهبت إلى أين؟ بعد الخرطوم أحضر إسعاف وأتوا بي إلى مستشفى جبرة للطوارئ. هنا الآن أنا موجود في مستشفى جبرة للطوارئ. لك كم يوم؟ حوالي 12 يوم كده، 12 يوم. هل تشعر بتحسن؟ الحمد لله في خير ونعمة، ما عندي أي أعراض، ما شعر بأي حاجة. هل اختلفت الأعراض التي شعرت بها عن الذين ربما أصيبوا أو سمعت بأنهم أصيبوا بوباء كورونا، خاصة فيما يتعلق بضيق التنفس والسعال؟ نعم، في اختلافات كثيرة. أنا ما حصل لي نهائي ضيق في التنفس ولا سعال بالصورة في الإعلام وفي الوسائط، والكحة الكثيرة وضيق تنفس وأعراض وجع الرأس الشديد، كل ما عندي. أنت بعد أن أتيت لماذا لم تلزم ربما العزل المنزلي؟ ربما تحركت بأريحية إلى أن شعرت بأعراض المرض. لا، أنا في الحقيقة كنت أظن أنه الإجراءات تمت في المطار كافية، ما كان فيما يمنع أني أحوم أو ألف على الناس. ما لفيت ذاته كثيرا في حدود المنزل المسجد، ما مشيت مكان تاني كده. هل تضايقت فيما نشر ربما في بعض وسائل التواصل الاجتماعي؟ نعم، والله تضررت كثير، وتضرروا أهل الحي في طيبة الأحامد العزبة، وتضرروا الأهل في كوبر، يعني من الإشاعات في الوسائط، خاصة من الأقرباء ومن ناس، يعني سبحان الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما هي العلاجات الآن التي يعطونها لك الأطباء؟ ما في علاج مقدم حقيقة في المستشفى هنا، ولا حتى بنادول. في رعاية، قياس لدرجة الحرارة، قياس للضغط كله في اليوم 3-4 مرات، علاج مقدم كده بصورة هنا، ولا بنادول. الناس يعني تعتمد على العلاجات البلدية والأكل والشراب وتعزيز المناعة فقط، لكن علاج مقدم كده بصورة واضحة ما في. أصلا هي لأنك تكون قريب، لو حصلت أي مضاعفات، ضيق في النفس، حاجة زي دي، أنت تكون في المستشفى وتكون بعيد من الأسرة والمجتمع، وده الغرض أولا ونهاية. لديك طفلتين كما علمنا، وزوجتك كما أيضا والديك، كلهم التقيت بهم، هل أجروا أي فحوصات للإطمئنان على صحتهم؟ لم يجروا أي فحوصات، ذهبوا لهم تقريبا ناس محلية ولا ناس الحي ما عارف، أجروا تعقيمات للمنزل ولمنازل الجيران والمسجد اللي أنا مشيت كنت فيه، عملوا تعقيمات وأدوا إرشادات وتوصيات إنه الناس تكون محجورة في بيتها لمدة الأسبوعين ديل، لو شعروا بأي أعراض أو هنا ممكن يبلغوا ودون الأرقام.
ونحن كذلك نتمنى لك الشفاء العاجل الأستاذ علي مرغني. شكرا جزيلا لك.